بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم بهاء إيهاب. ده جزء كنت هنتكلم فيه عن حركة بتاعتنا، حركة فريلانس فور عربس، وإيه أهدافها والويب سايت اللي إحنا هنعمله وإمكانياته. ففي عجالة سريعة كده، يعني في 10 دقايق ولا حاجة، نعرف الناس كلها بالمجموعة بتاعتنا. البرزنتيشن ده أنا كنت بقدمه في الجامعة العربية المفتوحة، فكان نفس الكلام بس هنقوله هنا بطريقة موسعة شوية، لأن هناك كنت محكوم بوقت معين. هنا فأنا هحاول أوضح أوصل الفكرة بطريقة أفضل. فاحنا أول حاجة عندنا إن هنتكلم عن الحركة بتاعتنا والويب سايت بتاعنا والكامباني اللي احنا عاوزين نعملها وإزاي الناس تنضم لينا. اول حاجة الحركة بتاعتنا، احنا فريق بنعلم الناس ما هو مجال فريلانسر من الالف للياء، تمام. وطبعا احنا متاحين لكل الناس، يعتبر 24 ساعة في اليوم، عن في اماكن معينة او لينكات معينة هنوضحها في الاخر. انا عندي شخصيا صفحتي الشخصية فيها اكتر من 200 شخص، مقسمهم انا عن طريق جروبات ببدأ اتعامل معاهم. ونعمل زي ورش عمل كده بنشرح فيها مع بعض. طبعا الناس دي لازم تبقى، طبعا لازم يبقى عندها خلفية الموضوع. في محاضرتين للمهندسة سمر في مجال فريلانسر، وفي محاضرتين لي أنا في مجال في موقع فريلانسر. بس لازم أي حد ينضم لأي مجموعة من دول لازم يبقى شافهم، وأي حد بيسأل أي سؤال لازم يبقى شاف المحاضرات دي، تمام. بعد كده احنا في ناس كتيرة قوي بتواجه مشكلة ان ما بيجيلهاش شغل بدري. طبعا بنتواصل معاهم وبنظبط لهم كل حاجة، بس برضه احنا هنعمل ناس، في ناس مش حابة تشتغل لوحدها او مش عاوزة تتعامل مع النت مباشرة او عاوزة تشتغل معانا في نظام مجموعات. فاحنا هنعمل زي جروب او مجموعة شركات او مجموعة اكونتات خاصة بينا، هتبقى في كل المجالات، في البروجرامر، في البروجرامينج والموشن جرافيكس او الجرافيكس يعني بشكل عام، ورايتنج وترانسليشن وماركتنج. الاكونتات ده هتبقى بريميوم، اللي هيسمع المحاضرات هيعرف يعني ايه اكونت بريميوم على المواقع. يعني الاكونت ده بيبقى له مميزات خاصه جدا، اعلى اكونت على المواقع دي، فرصه ان هو يحصل على وظائف كتيره جدا، تمام. بعد كده اللي يهمنا بقى الويب سايت بتاعنا، اللي احنا هيعتبر نشاطنا كله يتنقل ليه ان شاء الله. الويب سايت ده هيتفتح قريب، هو اسمه فريلانس فور اربس. الموقع ده هيبقى عليه امكانيات جميله جدا هتساعد الناس كلها. اول حاجه هيبقى عليه كورسات في لكل موقع من دول لوحده، وورش عمل، تمام. هيبقى فيه طريقه الحجز للكورسات او ورش العمل لسه هتتعمل، طبعا كل حاجه فور فري. هيبقى فيه استمارات او اماكن اللي انت اللي عاوز يشترك في الاكونتات اللي احنا هنعملها في كل التخصصات او ينضم لينا، ممكن يسجل فيها، يتواصل لنا ازاي، يحط لنا نماذج من شغله ازاي. طبعا هيبقى فيه مجموعة كتب، كلنا عارفين ان كل موقع من مواقع فريلانسر فيه ارشادات وكتب بتنزل ازاي تحصل على وظيفة بسرعة وهكذا. طبعا الناس الكتب دي هتبقى مترجمة بالعربية وطبعا بالانجليزية. طبعا هيبقى فيه برضو استمارات اللي عاوز يسجل انه يبقى معانا، بما ان الانجليش بتاعنا مش كويس قوي، اللي عاوز ياخد كورسات احنا عاملين مجموعة كورسات هتبقى برضو اونلاين في اللانجوج، البيزنس لانجوج اللي هي ايه، اللغة اللي احنا بنستخدمها في الحديث وكده. اهم حاجه بقى التقنيه في الموقع ده، هيبقى فيه تكنيكال سبورت سيرفيس 24 ساعه او بما يعادل 24 ساعه. هيبقى فيه دعم فني موجود، لو عاوز يساله في اي حاجه، اللي عنده اي مشكله في اي موقع هيتواصل معاه يقول له، عشان طبعا لو انت عندك مشكله مثلا في موقع وبتكلم الدعم وانت الانجليش بتاعك مش كويس فهيبقى فيه مشكله. انما دلوقتي تقدر تكلم الدعم بتاعنا تقول له انا عندي مشكله في كذا وكذا وكذا، هيقول لك خد الرساله دي ابعتها، وهات له الرساله اللي هم يدوها لك، ويتواصل معاك لغايه ما المشكله تتحل خالص، تمام. الفكرة دي كلها، مجموعة الاكونتات ديت هنعمل بيها ان شاء الله هتبقى شركة لينا، الاسم بتاعها ان شاء الله هينزل قريب، اللي عاوز يشترك فيها هيشترك. الناس اللي هتشتغل ديت احنا اللي محتاجينه منهم ان هو يفتكر على طول للمقولة دي، وين يور اكسبيرينس نوت يور سيرتيفيكيت. احنا بنتكلم في المهارات ما بنتكلمش في الشهادات، تمام. يعني احنا كده اي عميل بيجي الشركه بتاعتنا او الجروب بتاعنا كله بنوري له مجموعه حاجات بيختار ان احنا نعمله زيها، فاحنا كده بنوري له الشغل بتاعه قبل ما يدفع فلوس اصلا، تمام.
المهم العمل بقى في الاكونتات ديت، احنا عشان ناخد خطوة ان احنا نعمل شركة بالفعل، وتخيلوا كده شركة يبقى فيها كل المجالات المتاحة. ممكن لو الجماعة اللي هم على الاكونتات اتفقوا ان احنا عاوزين نعمل بقى شركة في الوقت الحالي بشروط معينة وننزلها ارض الواقع ونشتغل على المجالين، مجال الفريلانسر ومجال الريال، يعني عادي الناس تيجي تجيب لنا الشغل اي شركات من الحياة العادية، تمام؟ فاحنا هنجمع من شغل الاكونتات ده الفلوس او المبلغ اللي احنا محتاجينه عشان ناخد مقرنا مثلا في القاهره او كده، والناس، وهنبقى طبعا متفقين ان الناس اللي هتبقى موجوده دي كلها هيبقى بنسبه كذا، كل واحد ساهم من شغله، هيبقى انت كده وفرت فلوس اللي تعمل شركه من غير ما يجي لك شغل، يعني من غير ما تدفع، يعني راس مال انت وفرته من غير اي حاجه. الفكره دي يعني اللي هيبقى عاوز ينضم ليها هيبقى فيه وقت متاح اكتر من كده للكلام فيها، بس ده مش وقت اللي يهمني، ان الناس تعرف حركتنا والويب سايت اللي هم هيعملوا فيه الكلام ده كله. والسنتر احنا ليه عاوزين سنتر في القاهره او كده؟ عشان يعني بشكل عام يبقى لنا ننتقل زي ما قلت من العالم الافتراضي لعالم الواقع كمان، والناس اللي عاوزه تتفق معانا يبقى لنا مقر. كل ده برضه هنتناقش فيه في وقته، بس اهم حاجه الخطوه اللي الناس كلها تنضم لينا دي، الاماكن اللي عشان تنضم لينا اللي عاوز اي دي اللينكات اللي انت توصل بينا ليها، طبعا غير الويب سايت دي الجروبس والجنرال بيج والسبيشال بيج والتليفون بتاعنا، تمام؟ يا رب اكون وصلت لكم. كان معاكم بهاء ايهاب احد اعضاء فريق فريلانس فور ارابس، شكرا.